سلام، أنا حاليا بكابادوكيا وخلصت من كابادوكيا وطالع على طرابزون، والباص بده 13 ساعة يوصل، فالرحلة جدا طويلة وأنا اخترعت طريقة سحرية أوصل بأسرع وقت ممكن. جاهزين للسحر؟ وصلت. شو اللي صار بهاي؟ وصلت طرابزون. أنا بطرابزون يا جماعة، والله أنا بطرابزون. وقف، خلوني أستوعب اللي صار، خلوني أستوعب اللي صار، خلوني أستوعب اللي صار. وقف لازم أخبر صاحب الفندق وأقول له أنا وصلت. هاي أسطى، عامل إيه؟ أنا بطرابزون. وصلت، يعني لا تسألني شلون، المهم وصلت. قل لي عندك غرفة؟ لا، جاي بأسرع وقت أكون عندك. يلا سلام حبيبي. هلا، خبرت صاحب الفندق يا جماعة، قال ظلت عنده غرفة واحدة وجاي زبون بعد شي 10 دقائق. أنا لازم أوصل قبل الزبون، وراح أوصل بأسرع وقت ممكن. أنا خلال 3 ثواني لازم أكون هناك. 3 2 1. يا ربي دخيلك، يا الله والله قسم خشمي، يا الله يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، يا الله ما أدري هالسعر هذا، ما أدري عاد أنا ثقيل وراسي لحاله 50 كيلو. واو، قدامي منظر رائع. تابعوني على انستغرام وخلينا نفوت بالمفيد. سلام، من وسط مدينة طرابزون. المخطط كان لازم أروح هنا على هذا المكان اليوم، لكن راحت علي نومة وراح الباص وظليت أنا بالشوارع. رجعت أكدت الحجز، بكرة إن شاء الله أنطلق على أجمل قرية في تركيا. بما أنه راحت علي الرحلة اليوم وأنا موجود بوسط طرابزون، قلت خليني أصوركم المدينة أحسن ما أطلق قاعد بالبيت. اليوم أصور المدينة وبكرة إن شاء الله ننطلق. أكثر تجمع يصير هنا بوسط هاي الساحة، فيها خدمة واي فاي مجاني، وتمثال مصطفى أتاتورك بوسط الساحة. هذا الوراي هو رمز بلدية طرابزون، مو كأنه حرف حاء بالعربي ولا أنا غلطان؟ سألتهم قلت لهم وين أحلى مكان بالمدينة، قالوا لي في جبل تطلع عليه أعلى قمة. شلون تطلع الجبل؟ تأخذ هذين الفوكسات وتطلع فوق. هاي أخذت المترو وطالع على أعلى قمة بالمدينة. واو، أنا بأعلى قمة بالمدينة. شوف، شوف هذا الجمال كله، هذا البحر الأسود. هذا الوراية هو قبر علي شكري أفندي، مكتوب عليه الشهيد علي شكري أفندي. ما عندي معلومات عنه والله، اللي عنده معلومات يكتب لنا إياها بالتعليقات. فهذا كأنه هيك رمز موجود هنا، شوف فيه اهتمام التنظيف حوله وضريح. فمنه هذا الشخص ما أعرف، اللي يعرف خليه يكتب لنا إياها بالتعليقات. هذا الشاب الطيب بده يرجعني على السنترو، على مركز المدينة. قاعد احاول ادفع له مصاري، ما يفعل، يقول لا ما اخذ منك كل شيء، انت ضيف عندنا. يعطيه العافية. ثانك يو ابي. ثانك يو. السلام عليكم. باي. والله هذا حاولت ادفع له، قال لي لا ما اخذ ابدا، لا تفكر. هاي رجعت من مكان الانطلاقه بشارع اريد اشوفكم اياه، يشبه شارع الاستقلال باسطنبول، مزدحم 24 ساعه. هذا هو الشارع اللي احكي لكم عنه. لقيت لي محل الكاميرات، يمكن اشتري لي بس حمايه للعدسه. راح اخذ هاي كبك لسنين. اوكي، فلتر بك فيات كل دبك تركيش. اوكي ثانك. هاي هي اشتريتها، هي حمايه للعدسه، عدسه الكاميرا، لان بعض مرات تقع الكاميرا خاف يصير بيها شيء، فهاي كويسه حمايه وتحميها مزاد من الاوساخ. شوفوا الازدحام بهذا الشارع، نفس شارع الاستقلال تقريبا.
أو سوري. شفت الزحمة؟ كل هذا في زمن كورونا يا جماعة. إذا لاحظتوا كل العالم لابسة كمامات بالشارع الآن، لأنه أنا سايح كل ما يجي علي شرطي أقول له أي كانت تسبيك تركيش، يقول لي أوكي خلاص روحوا. هاي جعت وصلت مكان راح أكل به. بوفيه مفتوح. هذا بوفيه مفتوح. السلام عليكم. Can I have rice؟ والفاصوليا. وصل لعبتي. المهم ما ظل عندنا شيء لليوم، الفيديو انتهى، والفيديو الجاي راح اخذكم على اجمل قريه في تركيا. لايك واشتراك وانشر المقطع بكل مكان. سلام.